صدام حسين حفظه الله رسالة خطية من السيد علي أكبر هاشمي رفسنجاني رئيس جمهورية إيران الإسلامية، وجه فيها الدعوة إلى سيادته رعاه الله لحضور مؤتمر القمة الثامن لمنظمة المؤتمر الإسلامي. كما تضمنت الرسالة رغبة إيران في تطوير علاقاتها مع العراق، وقام بتسليم الرسالة الدكتور علي رضا مرندي وزير الصحة الإيراني خلال استقباله اليوم من قبل سيادته نصره الله. ونقل الدكتور مرندي تحيات السيد هاشمي رفسنجاني رئيس جمهورية إيران الإسلامية إلى السيد الرئيس القائد حفظه الله ورعاه وتمنياته لسيادته بالتوفيق ودوام الصحة. وحضر المقابلة السيد محمد سعيد الصحاف وزير الخارجية.